بسم الله الرحمن الرحيم. في الأسابيع الأخيرة بدأت تتسرب دامي يونتس، أو هي عبارة عن مجسمات للآيفون 15 والآيفون 15 برو. طبعا يستفيدون منها الشركات اللي تصنع أغلفة الآيفون. فتأكد أنه راح يجي بموديلين آيفون 15 و15 برو. ال15 راح يكون بكاميرتين، وال15 برو راح يكون بثلاث كاميرات. فالحاجة الأهم أو التغيير البسيط في التصميم انه راح يكون فيه مقوس من الخلف، او يكون فيه انحناء من الخلف. على اساس انها توضح الفكره، فابل لما جت قدمت الايفون 10 كانت مقدمتها بشكل مقوس او بحواف دائريه، واستمرت على هذا النمط في الايفون 10 والايفون 10 اس والايفون 11. لما جاء الايفون 12 الى الايفون 14 كان يجي بزوايا حاده. الايفون 15 والايفون 15 برو راح يكونون بزوايا حادة، لكن من الخلف راح يكون في انحناء بسيطة، وهذه راح تسهل من عملية مسكه باليد. فتغيير بسيط، لكن اللي استخدموه يقولون انه اسهل في مسكه اليد. الحاجة المهمة بالنسبة لي واللي تخليني اشتري ايفون 15 هي انه يدعم اليو اس بي سي. للاسف انه حاجة بسيطة زي هذه فرحتنا في الايفون، لكن شكرا للاتحاد الاوروبي اللي ضغطوا على ابل على اساس انها تغير من اللايتنينج الى اليو اس بي سي. فالان اشيل شاحن واحد للايباد والماك وللايفون. وايضا من التغييرات المهمه انه راح يستغنون عن زر كتم الصوت، وراح يعوضونه بزر ملتي اكشن بوتن مثل اللي موجود في ساعه الابل الترا، انه تضغط عليه ضغطه او ضغطتين راح يؤدي لك وظائف معينه، واتوقع انه راح تقدر انك تبرمجه حتى يؤدي لك وظائف معينه. الحاجه الاهم ايضا انه الدايناميك ايلاند او الجزيره الحيويه او المتحركه راح تكون في كل الموديلات، الان في الايفون 14 في البرو، الآن راح تكون في البرو وفي الآيفون 15 العادي. من ناحية الألوان احتمال يكون في لون مميز باللون الأحمر واللون الأزرق، لكن الألوان أو تسريباتها ما أثق فيها لحد ما تعلن عنها أبل بشكل رسمي. يا ريت تقولوا لي هل أنتم متحمسين لشراء الآيفون 15؟ للأمانة أنه يدعم اليو اس بي سي هذا بالنسبة لي أهم ميزة، لكن ما أشوف أنه الآيفونات في السنوات الأخيرة فيها تغييرات كبيرة عن الايفون 12، فالايفون 13 وال14 وحتى ال15 ما اشوف انه هذاك التغيير. هل توافقوني رايي ولا تحسون في تغييرات كبيره؟ اعطوني رايكم في التعليقات. يعطيكم العافيه ونشوفكم ان شاء الله مع فيديو قادم.